السلام عليكم مشاهدي الأعزاء، مشاهداتنا الكريمات، مرحبا أهلا بكم أينما كنتم في تونس وخارجها. عندما سافر بن علي ليدفن بعدها بجانب أبي جهل في السعودية، قلنا وكتبنا: يا بوليس يا ابن الشعب، راتبك لا يكفي لتسافر به إلى السعودية، فعد إلى الشعب. أما اليوم وقد عاد الجلاد، وقد عاد الجلاد إلى جحره كأن لم يخرج، كأن لم يخرج من جحره، كأن لم يتب على فعله أو من فعله، فإننا نقول قريبا محكمة. توفيق شرف الدين، رضا غرسلاوي، مراد سعيدان، لطفي بن سالم، عماد ممامشة، معز العويني، حكيم الهمامي، شفيق الرواتبي، عز الدين العامري، ياسين التايب، سامي الهيشري، حمادي غربال، عماد الزغلامي، علي الغزواني، سامي اليحياوي، خالد الرحالي، توفيق الجاموسي، مراد حسين، أنيس كشيش، مراد الحويجي، أيمن العوني، وشهاب بن حمودة. وللقائمة بقية، مرحبا بكم إلى موجة أخرى. السلام عليكم أعزائي المشاهدين الأكارم أينما كنتم في تونس وخارجها، مرحبا وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مع مقداد، موجة أخرى على نفس الشاشة وفي نفس الموعد الجديد الثامنة بتوقيت تونس كل يوم. طبعا نشتغل في الظروف التي تعلمونها والتي لا تعلمونها، فتحية للزملاء الأعزاء الذين يقاومون. نحن في مقاومة إعلامية ولسنا في وارد الممارسة الإعلامية العادية تاع القنوات اللي عندها الطاقم البشري وعندها المعدات الكافية وعندها ما يكفي من المال باش تعطي الرواتب وباش تدفع على تأمن الخدمات اللوجستية. فشكرا لكم وشكرا لكل من ينبض في مثل هذا الوقت الصعب على تونس، وكل من يمكن أن يقول كلمة حق وهو أضعف الإيمان. لمشينا للجبهات نقاوم ولا ندعي بطولة ماهيش عنا، وإنما نقوم بواجبنا، واللي كي ما نقوموش به نعتبروها خيانة لشعبنا اللي يعيش أسوأ الظروف، وظروف تزداد سوءا يوما بعد يوم. بدليل لو نسأل التونسي يقولوا له أما خير أمس ولا اليوم؟ أكيد ما ثم حتى نهار يجي وخير يكون خير من أمس. فالدينار التونسي يتهاوى ويسقط في أماكن لم يسقط فيها من قبل وإلى مستويات تقريبا قياسية. الرقم الذي تجدونه على الشاشة هو على ذمتكم، 0216-98-27-63-63، هو لكم ولأجلكم. ونعتذر، الرسائل التي تأتي كثيرة ولا يمكن أن نتصفحها ونطلع على مضامينها كلها، ولكن تبقى ذات أهمية، وإن شاء الله يجي الوقت المناسب قاعدين ونرد ما استطعنا. ولكن في الحقيقة الحجم الرسائل، وكل ما يزداد الوضع في تونس أكثر، كل ما تجي رسائل الاستغاثات، وكل ما يجيو المظلومين، وكل ما تأتينا ملفات أكثر على كثير من المتورطين. والحيز الزمني يعني تلفزيونيا هي ساعة في التلفزة، فنمشي للأهم قبل المهم. مرحبا وأهلا بكم، نمشي إلى موجة أخرى. نعم، نبدأ من فرنسا. أمنا العزيزة اللي قتلت أولادنا في تونس واغتصبت نسائنا في نطاق الحماية،
في نطاق الحمايه اللي قال عليها موسوليني تونس او سلوبودان ميلوزوفيتش نتاع تونس. فرنسا عملت استطلاع كما يعملوا الزرقوني نتاعنا نحن، عندهم زرقوني هما زاد كذلك، عمل استطلاع على ماكرون وعلى شعبيته. نشوفوا ترى شنو شعبيه ماكرون. استطلاع راي اكثر من 70% من الفرنسيين غير راضين عن ادائي او على اداء ماكرون. السؤال هنا اذا اراده الشعب الفرنسي 70% منها ما همش راضين، هل نسكروا البرلمان ونسكروا جميع المؤسسات ونعملوا دستور جديد في فرنسا؟ يعملوا دستور جديد باش يستفيدوا من التجربه التونسيه نتاع السفهاء اللي دمروا في الدوله ويجوعوا في الشعب، ولا زعم فرنسا ستنتظر موسم انتخابي مقبل لتفصح فيه الصناديق عن الفائز وتعبر الصناديق انذاك عن الرغبه الحقيقيه والاراده الحقيقيه التي لا يعكسها ولا يعكسها لا عدد الجامات بتاع الفيسبوك ولا السي في بتاع الرئيس ولا نسب هذه بتاع الاستطلاع. عندها دلالاتها ونفسروها ونفهموها وعندها قيمتها وتنجم تأثر في الناخب، لكن ما تنجمش تأثر في الواقع السياسي كمؤسسات وكأشخاص. مش عارف ما هو الجواب الذي يمكن أن يقدم لي المشاهد كي نقوله 70% من الفرنسيس ما همش راضين على أداء ماكرون. شنو نعمل؟ علاش ماكرون ما يستفيدش من سلوبودان ميلوزوفيتش متاعنا ويحل البرلمان الفرنسي؟ ربما قد يفكر في ذلك ماكرون. فيديو نشوفوه يقارن ما بين تصريحات راشد الغنوشي اللي موقوف وسلوبودان ميلوزوفيتش متاع تونس. نشوفوا شكون اللي يزرع في الوحدة وشكون اللي يعطي في خطاب اللي نجم يجمع ويدعو للحوار، ونشوفوا شكون اللي محضر صواريخه على شعب. تعال نقارن ونتابع في هذا الفيديو اللي موجود على مواقع التواصل الاجتماعي. إليكم. التونسيون يختلفون ككل الشعوب، عندنا اختلافات يمين ويسار وحتى الإسلاميين، ثم أنواع من الإسلاميين، ولكن نريد للتوانسة كلهم يكونوا عائلة واحدة إن شاء الله. ولكن أطراف بطبيعة الحال هذه الخلايا السرطانية اللي مدة من الكيمياوي ربما قضى عليها العلاج كيميائي مشابه بالأشعة حتى القضاء على كل هذه الخلايا السرطانية التي تريد ضرب البلاد. شنو حوار وطني شامل حول الخيارات الكبرى السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حوار وطني بين مختلف النخب. لا صلحة ولا اعتراف ولا المفاوضات مع أناس لفظهم التاريخ ويتحدثون عن حوار يلتحق بالحوار، ليلتحقوا هم بصفوف الشعب خير من هذه الحوارات الكاذبة. لم نمتنع مرة عن الحوار، نحن دعاة حوار، لأن البديل عن الحوار هو التقاتل، هو القطيعة. نحن ما عندناش معركة شخصية مع السيد الرئيس. ولدينا مرة أخرى من الصواريخ على منصات إطلاقها، وتكفي إشارة واحدة لتضربهم في أعماق الأعماق. ولا نرى خطرا شد من خطر الإقصاء، روح الإقصاء، ولذلك أبناء النهضة ما همش إقصائيين وينبغي أن لا يكونوا إقصائيين اليوم. وهم كأصراب الجراد، كأصراب الجراد، كيف ترجو بالجراد صلاح أمر وقد جبل الجراد على الفساد؟ نحن لا ندعو إلى عودة النهضة إلى السلطة، وإنما ندعو إلى عودة الديمقراطية للبلاد. النهضة ما لا يهم أن تكون في السلطة أو خارجها، المهم هو أن تكون أن البلاد تساس بالحرية وتساس بالديمقراطية ولا تساس بإرادة فردية. كان يوم الأحد الماضي يوم رجم الشياطين، الشيطان الأكبر والشيطان المتوسط والشيطان الأصغر. المشفقون على تونس من خطر الدكتاتورية
سواء داخل البلاد ولا خارج، تحاول التوسط، اتحاد الشغل حاول التوسط، نحن ودعا إلى الحوار من وقت مبكر، نحن فعلنا ذلك وآخرون فعلوا ذلك، ولكن الرئيس لا يسمع لأحد. هذا الخلاص الوطني ولا هي تونس حب تتخلص منهم؟ أنا خلاص وطني من هؤلاء. لفظهم التاريخ ويذكرهم دائما كخونة وكعملاء لا عهدة ولا ميثاق معهم. كل تونسي نجم يكون نافع للبلاد، كل تونسي عنده بقعته، كل تونسي عنده بقعتها. لماذا نحن قلوبنا الضيق؟ تونس واسعة وعريضة. شاعر عربي يقول لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن قلوب الرجال تضيق. نعم نعم طبعا، نترك للمشاهد الكريم من الأفضل أن نترك له المقارنة وأن نترك له أنه يفهم طبعا اللي ربي رفع الغشاء على قلبه واللي حاجته بشكون يدخل الحبس ويتصور أنه هذا يصنع مستقبل أولاده ويحلوا مشاكله ويحسن معيشته ويضمن مستقبل أبنائه به ويحسن مستوى التعليمي ويقاوم الجريمة قدام داره واستهلاك المخدرات قدام داره وما عادش باش يخاف على بنته القدام، فإن اليوم راشد الغنوشي في السجن، وهذا بأمر البشر ولكن أيضا موجود في علم الله سبحانه وتعالى. أنا نعتبر لا تحسبوه شرا لكم، جيد. والبحيري بقضاء الموازي متاعه في الحبس، يعني القضاء الموازي في الحبس والغنوشي في الحبس. اليوم نحب نشوفوا الوعود متاع سلوبودان ميلوزوفيتش كيف ستتحقق، ورائحة الموت المنبعثة من صفاقس 180 من الجثث المتحللة ونداء استغاثة من صفاقس، هذا الذي لم يقدر على أن يحل مشاكل الموتى ومشاكل الجثث والتصرف في هذه الجثامين حتى تدفن وتضمن لها الكرامة، سنرى ماذا سيفعل بالأحياء. والحال أن الذين نجوا والذين وصلوا إلى أوروبا ولم يموتوا في البحار وجثث متاعهم ما هيش موجودة في صفاقس، فإنهم يعودون ليلا كالخفافيش بالطيارات. وقد باعهم سلوبودان ميلوزوفيتش، باعهم لإيطاليا وباعهم للغرب طبعا، ويحكي على كرامتهم. أيضا من خطاباته، نقرأ خطاباته التي تمر هيك، خطاباته كثيرة ويقول كلام في الحقيقة مهم باش ما نقولوش اللي كلامه كل تافه، لا عنده والله عنده كلام مهم برشا ولا يجب أن يمر ولا ينبغي أن يمر إطلاقا، ولكن يمر ليش؟ لكثافة الفوليوم دو كومينيكاسيون اللي عنده، الحجم، حجم الأداء التواصلي أو حجم خطاباته من حيث الوقت، نحكي على المساحة الزمنية تمر هكذا. فرصدنا ما رصدنا، شوفوا طبعا. وهذه كل شكرا لكم، يعني مقترحات المشاهدين يقترحون أن نركز أحيانا على بعض الفيديوهات. تعال نتابع ماذا يقول سلوبودان ميلوزوفيتش. فالحق بين والباطل بين، ومن اختار طريق الباطل فلا مكان له داخل الدولة، وعلينا جميعا أن نتصدى لهم حتى لا يبقوا حجر عثرة أمام تطهير البلاد. واضح؟ أنا لا أتجنى، اسمعوني مليح، سيقول البعض شو معناها سلوبودان ميلوزوفيتش؟ ما هو التزم شوية الموضوعية وشوية الحياد وميثاق الشرف الصحفي والمهني، هذا أنتم تطبقوه جزاكم الله خير. أما اللي يحكي على التطهير، كان جات الدنيا دنيا رأي مرفوعة به قضايا في لهاي لأنه يحث المواطنين على قتل بعضهم بعضا، يقول هؤلاء لفظهم التاريخ ولا مكان لهم، وين مش نزوهم؟ مش نزوهم من نعملوا لهم أوراق في سويسرا؟ شنو معناها لا مكان لهم؟ يعني المقابر. باش نعملوا لهم أوراق في استراليا؟ باش نأخذوا لهم نساء من كازاخستان ونعملوا لهم إقامة في لندن؟ شو مش نزوهم بالضبط؟ اللي انتخبوا الإسلام السياسي هذا اللي ما حاشناش بيه وكرهنا في رواحنا، شنو نعملوا المدنين؟ شنو نعملوا التطاوين؟ مدنين 80-90%، شنو نعملوا لهم؟ نحطوهم في البحر؟ نضربوهم بالنووي؟ قال هكا يحكي على السواريخ هو
ويحكي على كل شيء. إذن ميثاق الشرفي الصحفي والمهني وكل قواعد وأخلاقيات العمل أنا أتركها لكم وأشكركم على التمسك بها، لأن الوضع ما هوش وضع طبيعي إطلاقا. وهاو زي نكملوا نسمعوا شوي شوي، فضل. وحاولوا كما تعلمون يائسين، حاولوا تفجيرها من الداخل حتى تتحول إلى مجموعة من المقاطعات، ذلك دأبهم وديدنهم، وما لا مكان لهؤلاء في ظل دولة تقوم على القانون. في ظل دولة تقوم على القانون، والقول ما قال سلوبودان ميلوزوفيتش، هؤلاء الذين يسعون إلى تفجير الدولة وتحويلها إلى مقاطعات. بالله يا مواطن يا تونسي، أنا ما نقول لك شحبني، أنا نقول لك اسمعني، ثم ناس في تونس حبوا يعملوا الدولة، حبوا يقسموا الدولة مقاطعات، زعما سلوبودان ميلوزوفيتش يحكي على صربيا وتشيكوسلومانيا ولا يحكي على تونس؟ بالله عليكم، بربكم، بإيمانكم، بدينكم، بإسلامكم، بكفركم، قولوا لي على أي مذهب، قولوا لي، المهم بما تؤمنون به، بالله عليكم، مهما كان ربكم أنتم. ثم ناس في تونس حبوا يقسموا الدولة التونسية إلى مقاطعات، ثم واحد طلع في القصرين قال باش نعلن على الدولة متاعي، جاوبوني، اكتبوا لي، علقوا لي، قولوا لي، لعل انا مغيب، لعل انا ما نعرفش. يلا نزيد نكملوا نسمع. نترحم على شهدائنا ونحيط باهلهم وذويهم ونحيط بالمصابين، واعلم ان عددا من المصابين بالرغم من اصاباتهم يريدون العودة إلى جبهات القتال. يريدون العودة، خلي تصويرته، خليه. قال لك المصابين متاع الجيش الوطني وحاملي السلاح الأسلاك، ربي يشفيهم ويعافيهم، قال لك فيهم من العزة ومن الشرف، يعطيهم صح، يحبوا يرجعوا للعمل، فهمنا، يحبوا يرجعوا للعمل، أوكي. أما لا، قال لك يحبوا يرجعوا الجبهات القتال. خي تونس عندها جبهات قتال؟ قولوا لي على أي عالم يحكي هذا سلوبودان ميلوزوفيتش؟ خي ثم حروب في تونس، عندها جبهات قتال؟ جبهات قتال هناك جبهتان اثنتان، إما جبهة داخلية فالشعب يقاتل بعضه بعضا، والولايات تضرب بعضها بعضا، والعروش والقبائل تضرب بعضها بعضا، هذا موجود؟ أنا وليت نسأل فقط، أنا ما منيش منحبش نحلل، موجود ما هوش موجود، يا سفيها قومك، يا سلوبودان ميلوزوفيتش، يا مجرم شعبك أنت، أنا لا أتجنى، أنا لا أتحامل، أنا نوريك ما يقول، جبهة داخلية لا توجد، إذا نتحدث الآن عن جبهة خارجية، فأما حدودنا غربا فهي إلى الجزائر، عنا جبهة قتال مع الجزائر لا توجد. أما حدودنا شرقا وجنوبا فهي مع ليبيا وحتى الجزائر هكا هبط، ثم عنا جبهة قتال مع ليبيا ما ثماش. يا سفيها قومك، يا محرض على شعبك، يا دموي في لغتك وفي منطقك، ورينا تيجي فيا يرحم والديك، ورينا حتى تصويرة كالأطفال يفرحون بالصور، ورينا تصويرة متاع تي جي في متاع بنقردان متاع بنزرت إلى بنقردان وإحنا متعدين على القروان، ورينا التصويرة البلون متاع المدينة الصحية. يا سفيها قومك، هذا اللي عنا، وعنا المزيد ولكن نكتفي، ما نحبوش نفزدولكم مزاجكم، خاصة وقت عشاء وانتم تتعشوا وقت ماكلة. تعالى نذهب عندما يبيع لكم الوهم، فإن الحكومات تذكرنا، الحكومة متاع تطا نجلة تذكرنا بالأطفال الذين لا يجدون لعبا والفاقة
الإمكانيات تعوزهم، فالأطفال يولوا يعملوا كرة بالشوالق حتى ما يقدروش باش يعملوا كرة حقيقية. تطا نجلة، تطا نجلة هاو شوفوا تطا نجلة الحمد لله فضايحة عالمية من تونس إلى أمريكا وتعبر المحيط. شوفوا الحكومة التونسية تحتفي بجائزة لا وجود لها، يعني واحد عبارة عرس بمرأة ما هيش موجودة، أو امرأة خطبها راجل ما هوش موجود. حكومات عندها إعلام ومستشارين ودبلوماسيين وسفراء كلهم ينجموا يتحقوا من هذا الشيء. مع تحياتنا لأبناء حفوز الأعزاء، وهنا التلفزيون العربي قناة التلفزيون العربي تقول الحكومة التونسية تحتفي بفوز نادي الذكاء الاصطناعي مش الصناعي بالجائزة الأولى في مسابقة دولية. من جهة أخرى أكد متابعون أن المسابقة لا علاقة لها بالذكاء الصناعي أصلا، وهذا أولا. اثنين، والفريق التونسي أيضا لم يفز أصلا بالجائزة الأولى، بل تم تسليمه جائزة ترضية كتشجيع على مشاركته. عبارة واحد يحضر في جائزة في منتدى متاع شو يسموهم هما ذوك الخبراء متاع خبراء في بعض يعملوا بعض المنتديات والندوات الصغيرة، فالمشاركين يعطوه جائزة متاع مشاركة فقط ولا غير. تطا نجلة هذا يوم عمل عندها، هذا تصور انتم وروني التصويرة، هذا يوم عمل حكومي، يعني هي جلست مع فريقها، تصور انتم وجلست مع فريقها الإعلامي ومع مستشاريها موجودين وراها، وعملوا نهار كامل وفهموا اليوم البرنامج متاعها باش تستضيف الفريق الفائز بجائزة في هذا المجال في الولايات المتحدة الأمريكية. نعم يحدث في تونس، ونذهب إلى موجة أخرى. مرحبا بكم. من أكبر المشجعين اليوم ومن أكثر الناس اللي من حقهم أنهم يشجعوا قيس بن علي ويكرموه ويذبحوا العلالش ويفرحوا لأنهم ضامنين مستقبلهم، والوحيدين اللي ضامنين مستقبلهم هو كمال المغربي متاع البراد ذاك التونسي والوقاعة وأخوات الوقاعة، ثم عندهم مستقبل في ظل طلبات فرنسا وأوروبا بوجه عام، طلباتها من الأطباء الذين يهاجرون إلى هناك. شوفوا الأرقام ساعة، نشوفوا ما هي طلبات فرنسا. طلبات فرنسا في الميديسين الكارديوفاسكولار يعني في القلب والشرايين، وفي الميديسين ديرجونس طالبة 145 وطالبة 166 طبيب. في هذا الموضوع كتب طبيب دكتور طبيب المختص في القلب والشرايين دكتور ذاكر لهيذب، كتب البوست هذا نشوفه شو يقول. يقول شكون من الحكام متاعنا يخرج للإعلام ويعطينا الخطة البديلة لمواجهة هذه الكارثة القادمة؟ راي فرنسا تمادت في الجشع متاعها وقاعدة تستغل في التعليم العالي التونسي أبشع استغلال، وتستغل في الوضع الاقتصادي الهش لإفراغ البلاد من كفاءاتها. يقول دكتور ذاكر طالبين 145 طبيب قلب، يعني فرنسا طالبة 145 طبيب قلب، وعادة الأطباء التوانسة ينجحوا بنسبة 55%، يعني طلع هو قداش تقريبا مش تجي في حدود 80 طبيب قلب تونسي باش يغادروا البلاد. يقول ذاكر يقول أعطيونا الخطة البديلة من فضلكم، راهو كمال المغربي والوقاعة يذبحوا في العلالش من الفرحة، ونذهب إلى موجة أخرى. تحياتي لنور الدين الطبوبي المقاوم الشرس، تحياتي لمناضلي اتحاد الشغل والذين يتوعدون ويتوعدون كل من يمكن أن يضر بالبلاد، وكل من يمكن أن يجوع الشعب، وكل من يمكن أن يلعب بقوت الشعب، الذين يتوعدونه بكل أصناف الردود الموجعة.
تحياتي لهم في العشر سنوات، تحياتي لهم عندما أغلقوا الطرقات وسدوا منافذ المؤسسات وعطلوا تصدير الفوسفات، تحياتي لهم عندما كانوا أسودا. أما في زمن النعامة فشيء آخر. في زمن النعامة يتم إيقاف العشرة الغنوشي بيه وعليه، وعنده قضايا مثل اشتوى القاضي يقول لنا شو عنده بالضبط، ولكن هو حدث تكلمت عليه كما لم نسمع من قبل عن إيقاف أي شخصية تونسية وعن أي موضوع في تونس بعد الثورة. إيقاف راشد الغنوشي يحرك رويترز والديلي تيليغراف والميرر، ويحرك الواشنطن بوست، ويحرك إعلام الصين واليابان وحتى إعلام الإمارات يحرك. أما اتحاد الشغل فلا يعلم أي شيء عن هذا الموضوع إلى حد الآن. خبروا أخبروا أخبروا نور الدين طبوبي فقط، هذا ما ورد في الجريدة الصحيفة اللي تابعة لاتحاد الشغل، هذا هو العنوان الذي صدر. بين الزمن السياسي والزمن الديني، الإسلام السياسي يسقط ليلة القدر. الله الله عليكم، الله الله عليكم، وإن شاء الله الخير في عينيكم. الله الله عليكم. خي الإسلام السياسي سعودية ولا خي السعودية؟ يا مواطن يا زوالي يلي ما عندكش الشتاء لفمك، وما عندكش حليب أولادك، وشلاغمك أطوال، وما عندكش المقص حق المقص، وتلهج وتتكلم وتحكي وترد على الإسلام السياسي. نسمع حتى في بعض العائلات وفي بعض المحيطات الشعبية هك الجماعة اللي بقاو في القهاوي ذوكم، واللي والله ما عنده حتى حق متاع دبوزة عطر المرت، وعنده عامين ما شراش دبوزة بارفان زوجته، يهز في الأخبار ويقول المشكلة هو الإسلام السياسي. باهي زول تو السعودية إسلام سياسي ولا؟ السعودية تقص في اليد وتذبح بالسيف في الجرائم، إسلام سياسي ولا؟ وتطبق في الشريعة ولا؟ ورجعتهم 14 قرن التالي ولا؟ وإيران إسلام سياسي ولا مش إسلام سياسي؟ الإسلام السياسي هو موجود، قولوا لنا ما هو الإسلام السياسي اللي انتم ضد، قولوا لنا شنو هو الإسلام السياسي. خاطر السعودية إسلام سياسي وإيران إسلام سياسي، الكلام هذا ما يجيش. الإسلام السياسي اللي سقط ليلة القدر أما هو، أما هو الإسلام السياسي اللي تابع حماس اللي تقاتل في إسرائيل واللي يكرهه الصهاينة، الإسلام السياسي اللي ضد الإمارات أكبر مطبع مع العدو الصهيوني ويشروا الأراضي في فلسطين ويعطوها لليهود، ها؟ أما هو الإسلام السياسي. آخر ما ثم حبيبي رجعنا شوية للصفحة متاع اتحاد الشغل، فشفنا الجلسة هذية متاع سي نور الدين الطبوبي، نور الدين الطبوبي اللي تمنيناه على الأقل يساهم يعاوننا من خلال خبرته يطيح لنا في سوم البقري في سوم الحم العجول يعاوننا، لكن ريتو جالس مع شوفوه مع شكون جالس. اي نعم شوفوه مع شكون جالس. جالس مع مفكر عظيم وجهبذ، وعدى تقريب نصف يوم عمل في الجلسة هذه اللي باش نشوفوها بالصورة إن كانت متاحة. نعم متاحة الصورة هذه، ربما الخط غير واضح ولكن على الأقل نوريكم التصويرة. الأمين العام الأخ الأمين العام تاع الاتحاد يتقابل سي الفيلسوف التونسي والمفكر كذلك سي يوسف الصديق، وذلك بحضور الأخ محمد الشابي الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية. وأكد الأمين العام تقديره لدور المفكرين، يعني الطبوبي أكد على دور المفكرين والفلاسفة والعلماء في هذا الظرف بالذات، دفاعا عن الوطن ودفاعا عن مبادئ الجمهورية والعدالة والقيم الإنسانية. الله 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 الله. تموت الأسد في الغابات جوعا، تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الظأن تأكله الكلاب. ما نزيدش حاجة أخرى ونذهب إلى موجة أخرى.
الحمد لله الحمد لله، أخبار سارة جدا. تونس تفتح الخط مع مصر، وبحكم العلاقات الأخوية بين سلوبودان ميلوزوفيتش وأخيه قاتل الشهداء الأبرياء الغدار الخوان بتاع مصر، الحمد لله بالعلاقات يمكن أن نأتي بالبصل. هنيئا لآكل البصل، وهنيئا تونس استوردت من مصر كميات من البصل بأكثر من 47 مليارا. البصل من مصر 57 مليار، ارتفاع نسبة وارداتنا من البصل بنسبة 208%. خبر مهم طبعا، استوردوه بالعملة الصعبة مش بالجنيه المصري. أما هذا لا يكفي، هذا لا يكفي اللي في زمن أعلى مستوى وأعلى يعني أعلى رق في أرقام ميزانية رئاسة الجمهورية، هو الآن في تاريخ تونس أعلى رق. فهمناها علاش؟ شوفوا الوثيقة هذه ماذا نستورد من دولة الكيان، من الكيان الصهيوني. هاوش نستوردوا الأرقام والعالم المفتوح يفضح. تريد ماب، شكرا لمن أهدانا الوثيقة هذه، وبقيت نثبت ونتأكد خطر لازمنا نثبت ونتأكد صحيح ومش صحيح. ها طبعا لا 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 لا، ما هو مستورد مش البصل من مصر، أما من دولة الكيان الصهيوني نستوردوا ماشين أباري ماتريال إلكتريك لور بارتي وأباري دونجسترمون، أدوات وآلات معدات متاع تسجيل، معدات تسجيل تستوردها تونس من دولة الكيان. هذا ما لا تجدونه إن شاء الله بقدرة الله. الحمد لله أعطانا ربي هذا شرف ما نقوم به، لأنكم لن تسمعوا هذا الأمور بالكل في إعلامنا، في إعلامنا اللي متلهي في حاجة أخرى، متلهي في الإسكالوب أكل يبقى في الصف لولاني تتدلى يبدأ معلق الإسكالوب. طبعا في الدولة اللي أخطر أصعب حاجة نجم يوصل لها الشاب التونسي اليوم هو أن يتزوج، ممكن في المنام يتزوج، في الحلم يتزوج. وحول الوضع الاقتصادي أيضا ثم فيديو، جانا فيديو هذا من واحد من الإخوة الأعزاء متابعي البرنامج لحاتم المليكي يتحدث على الوضع الاقتصادي. يا مواطن يا تونسي يلي تحب العسل من العرب الخلفية للفرززو، اسمع ماذا يقول حاتم المليكي ثم نعود. البديل اليوم اخرج ساعة قول للناس راني فشلت، خلينا نفهم رواحنا ورسنا من سياق ومن بعد نحكي به، سألوه على البديل. البديل في الصلح الجزائي الأموالي باش تجي، ومن الأموال المنهوبة اللي هما الزوز ماهمش موجودين واقعين ويتحققوا مسار آخر. نبيعوا الريح لها المراكب، هذا ايش سموه يبيعوا الريح لها المراكب؟ ونجي كان نقول لك لا ما تخافش لأن الفلوس موجود. تو احنا 20 شهر تقطعنا فيه، اللي حرق حرق، واللي قاعد بطال بطال، والشركات الفلست فلست، واللي عنده ديون دخل الحبس مع الدولة دخل، واللي صار فينا ذا كل 20 شهر تو مش نجدوا حكاية أخرى. أصبروا أو مش نجيب لكم فلوس أخرى. والسؤال الآخر، إحنا مش كنا في الدوبيز ولا في الدينار؟ أنت مشكلتك وين في تونس؟ أنت مشكلتك في الدوبيز. بالدوبيز أنت عندك ديون خارجية لازمك تخلصها بالدوبيز. صحيح. وعندك موارد لازم تشريها بالدوبيز. أنت كي تقولي نعملوا على مواردنا، يبيك نطبع في الدولار نحن في تونس. ولا بيك المواطنين عندهم دولارات في الديار إذا مش يجعتوهم لك ولا مش يخلصوك الأداءات بالدولارات. ولا بالك نحن عندنا باش دولارات مطيشه في الشوارع التونسيه باش نخلصوا بها. كي تقول لي انا كانسان نفهم شوي في الاقتصاد، كي تقول لي راه مش في المشكل هذا اللي هو تعبئه موارد الدوله فيما يتعلق بالموارد الداخليه والخارجيه، تقول لي راه نعملوا على رواح، نقول لك سامحني راه بشويه الفهم اللي خلاه لي ربي ان شاء الله ما نضبعش، اللي خلاه لي ربي راه كلامك مش صحيح. خاطر انت عندك مشكل في الدينار 9000 مليار، وعندك مشكل في الدوفيزا سنين بتاع 6 مليار دينار، معناها زوج مليار دولار. كان مش تقول لي اسمع راني لقيت كنز باش نبيعو بالعمله الصعبه، نقول لك الله ما بارك، راني مش نزيد في التصدير، قول لي تصدير شنو؟ مش تزيد شنو؟
شنو راه كي كوبا وافغانستان واش نعملوا عندها؟ قول لي راهي عندي موارد اضافيه ناس هابطه جوش عرمره نتاع مستثمرين مش يجيبوا بالعمله السابقه. احنا شو مش كنا مش عمله سابقه، عندي تحويلات كبيره جاتني للدوله التونسيه بالعمله السابقه، ما تقوليش نعملوا على ارواحنا في الموضوع هذا. كان جاي مشكلة دينار نجم نتناقش معاك. وهذا شنو هذا؟ راهو ضد الاسلام السياسي. هكا باش نفهموا نحن توا باش نفهموا بالضبط يا مواطن يا تونسي، انا نحب نخاطب العقول مسكنات اللي قدم ذاك مبلغهم من العلم يلهجون ويتكلمون بما لا يعلمون. ها ثلاثة سوايع في قهوة في ريحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يخرج بكلام موبوء، هذا هز، هذا عنده عمارات، وهذا عنده كلينيكات، وهذا عنده فلوس البرة، وهذا عنده ألاف المليارات، وهذا عنده كنوز وعنده دياموند في الساحل بالترانت والترانت. والله روعة، روعة علينا يا توانسة. طيب إلغاء الدستور فهمناه، وإلغاء البرلمان فهمناه، هل أنت مستعد تلغي عقلك اللي أعطاه لك ربي عز وجل فميزك على القرد وميزك على الحنش وميزك على الكلب وعلى القط وميزك على الحمار وميزك على البهيم وميزك ربي كرمك عز وجل كرمك بالعقل؟ هل تلغي العقل أنت؟ باهي الإسلام السياسي في الحبس أوكي. هل أنت يا مواطن ستراقب الآن معيشتك الضنكة وأسعارك اللي طالعة ودينارك الهابط ودولارك الراكب والأورو متاعك القافز وحالتك الكلبة وظروفك التعيسة ودواك المفقود وحارقينك الموتى وجثث متاعك المتحللة وحالتك الموبوءة؟ هل ستراقب ذلك؟ ولا مش تقول يا قيس سير سير نحن وراك بالبندير؟ هل ستعمل عقلك؟ هل ستعمل عقلك؟ هل ستثوب يا مواطن لرشدك؟ هل ستعطل لحظة على الأقل زر الحقد والكراهية بما أنك ارتحت وجماعة ذوك هوك في الحبس؟ هل ستقول طيب هذا السيد ماذا سيحقق لأبنائي؟ ولا يكفيك مستقبلك أن هذوما في السجن وما عندكش مشكلة مع أولادك وأحفادك وأبنائك؟ زعما أنت مستعد عندك شجاعة باش تجوع وتموت من أجل قضيتك؟ أنت حقيقة قضيتك حققتها، حققت قضيتك، حققت المطلب متاعك أن هذوما يكونوا في السجون وأن المونبليزير تتسكر. طيب إيه ماذا بعد؟ هل هذه تونس؟ هل تونس خلقها ربي وأنت خلقك ربي باش هذوكم تدخلها من الحبس وتسكر المونبليزير؟ ولا خلقك ربي باش تحقق الخير لأبنائك ولجيرانك ولأحفادك ولمن سيأتون بعدك؟ سؤال مقبول، سؤال معقول. في لحظة اليوم يمكن أن نطرح هذا السؤال، والحمد لله الغنوشي في الحبس، والحمد لله البحيري اللي نجم يحميه بالقضاء الموازي بتاعه في الحبس. إذن القضاء الموازي في الحبس. أنا فرصة باش نطرح باش نطبطب شوية على بعض العقول، فرصة شوية باش نخربش الخلايا النائمة من عقلك يا مواطن، من عقلك اللي جمد الحقد وجمدته الكراهية ولا يشفع لك في المستقبل. فلا تكون سبة، ما تحبكش تكون سبة لأحفادك بعد يقولوا كان مطلبه فقط أن يكون هؤلاء في السجن، فتكون لعنة من سيأتون من بعدك. ورد بالك رو عكرمة 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 كيفاش هو يعني قال النبي عليه الصلاة والسلام وقت اللي ما قالوا له ولو شئت لأطبقن عليهم الأخشبين، جماعة ليؤذوا في سيدنا عليه الصلاة والسلام، قال بل أريد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فلا تدري يا مواطن يا حقود يا كنود، لا تدري ماذا سيخرج الله من صلبك، ربما يخرج عقول متفتحة ثم بعد ينظر فيرى تاريخ أسود ومشوم في 2023 كما يجري الآن في تونس. الخال عمار الجماعي كتب بوست مهم نحب نقراه، صحيح هو يكتب بطريقته ولكن أنا زادة باش نقراها بطريقتي، تفضل. يقول الخال عمار الجماعي تزاوج القرود، يقول أنا لست غاضبا على هذا الشعب،
أنا مانيش غاضب من الشعب هذا. لا لا، قال أنا مانيش غاضب، ولماذا أغضب منه أو عليه؟ هذا هو الشعب من أول تشكل اجتماعي في التاريخ، من أول ما تشكل، من أول ما ولى شعب، من أول ما ولى مجتمع، يقول هو تحكمه غريزة حب البقاء، ولولاها لما تجاور وتجمع وتبادل الحاجات. يا أخويا يقول لك نحب نعيش، هي أكثر نحب نعيش، وهي أكثر الحجج إفحاما. ولهذا كثيرا ما بعث هذا الشعب جماعة كجماعة اللي عندهم المبادئ اللي يقول ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان، يقول كثيرا ما بعثوا، بعثوا في 60 داهية. يقول مش قالوا من قديم اذهب وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون؟ إذن لماذا الغضب على أخلافهم وأسلافهم الأول؟ بعثوا نبيا في 60 داهية. طبعا صاحبنا الشاب هو زاد بعثوه مسكين في 60 داهية. يقول وعلى قدر الاستنهاض قالوا قالوا تبرى امشي في 60 داهية. هو عمك علي بن غداهم باي الشعب، اجتمع عليه الأوباش، تسمية قديمة للشعب هذه الأوباش. يقول ونتفوا لحيته علي بن غداهم الله يرحمه الماجري، وقالوا له تستاهل يا كلب، خلي عاد من جماعة تبقى داش كيلو نضال. ألور علاش نتغشش من إرادة الشعب؟ خلي كل شيء كما هو حتى يجي الحرس. يقول الخال عمار الجماعي الشعب اللي يتقال عليه يوما ما بوسيار دانديفيدو، هو هو ما تبدل منه شيء. ها هو ممدود مسكوزي على قهوة ومقابل التلفزة يتفرج في تزاوج القرود وعامل بون كيف إلى آخره. هذا عمار الجماعي. السؤال اللي كان مازلنا شوية وقت، يقول شنو اللي قلقك منه؟ لا تذيني لا نذيك، اقعد خرف انت على الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان. الشعب اللي هو الشعب يتابع توا في عملية تركيح القرد الأعظم إلى آخره، ما في بالي شك. على العموم نحن هو يكتب بهذه الطريقة ويحب يقول للشعب مع البلوش لا بديمقراطية لا بحرية، لكن نقول له يا خال عمار الجماعي كلامك يلزمنا نسبوه. الفيسبوك اللي موجود كثير منه ربوات وكثير منه حسابات وهمية، فلا يمكن هذه الحسابات الوهمية أنها تقتل الأمل فينا وأنها تعطلنا وأنها تقول وأنها تخلينا نقول في تونس ما عاد حتى راجل، وإذا كانوا نقولوا ما عادش رجال في تونس، وثم اللي يقول هذا والشعب ذا زعما نضحيوا عليه ويستاهل التضحية. أنا نقول حذاري وردوا بالكم، ما تتبعوش طريق الشيطان وما تخلوش هذوما ينجحوا، لأن الربوات نعرفوها وكاشفينها بالهوية بالأسماء بالعنوان بالعناوينها الإلكترونية، فهمين منين يتكلموا ونعرفوا الحسابات الفيكة ذي في موجودة بالضبط. وبالتالي نقولوا ما زال ثم رجال في تونس بحول الله، وما زال ما يستحق التضحية، وما زال على الأرض ما يستحق الحلم وما يستحق الأمل. وتونس إن شاء الله بحول الله جايتها أيام طيبة مباركة، فقط 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 ربي يرفع الغشاوة على قلب الكثير من التوانسة، وإن شاء الله 90% الذين لم يذهبوا للانتخابات وقاطعوا الصناديق وعبروا على مقاطعتهم للمشروع الوهمي والإيهامي، المشروع المضلل، المشروع التدميري بتاع تونس، 90% ذوكم إن شاء الله يولوا ينتقلوا من المعارضة الصامتة والمقاطعة إلى معارضة فعالة، إلى معارضة تاع الشارع، إلى معارضة نعم نغضب من النهضة ولكن نذهب للأفضل عبر الصندوق دائما، والمواطن هو اللي يتصرف في نفسه وهو اللي يحدد مستقبله، ثم حتى حد وصي عليه. شكرا جزيلا لكم، شكر موصول لزملائي في غرفة التحكم، وأنا مقتدى المجري أحييكم، ألقاكم غدا 8 بتوقيت تونس، إلى اللقاء.